اهلا بيكم في تحت مطبخ. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. النهارده هوريك ازاي تسلكي الحوض لو الميه مش بتصرف منه بسرعه زي ما انت شايفه في الفيديو. دلوقتي بياخد وقت طويل على بال ما يصرف الميه. هقولك على طريقتين. اول طريقه، لو عندك سلكه رفيعه بتدخليها في الفتحات دي وتسلكيها، يعني بيبقى مثلا دهون، بواقي اكل، شبكه في الخرطوم من تحت. هنا بقى دي الطريقة التانية، معلقة كبيرة كده مليانة بيكربونات، اللي هي بيكربونات الصوديوم، معلقة كبيرة مليانة ملح خشن أو ملح ليمون لو عندك، وشوية كده من الصابون، ومعلقتين 3 كبار كده من الخل. هتلاقي الفوران ده بيحصل طبعا. بتكوني حاطة مية مغلية، تسيبي الحاجات دي كده 10 دقايق تاخد مع بعضها، وبعدين بتنزلي عليها بالمية المغلية. حتى شايفين الخلطة اللي احنا حطيناها ما نزلتش، ان الحوض مسدود. هنا بقى بنزل بالمية السخنة بتاعتي، مية تكون بتغلي. انا مش راضية اسرع الموضوع عشان يبقى كل حاجة قدامكم. شوفوا هنا المية بتنزل بطيئة جدا، وهوريكم دلوقتي الحاجات اللي طالعة من جوه الحوض. شايفين الحاجات السودة دي؟ انا بقى كان مسدود وكان بيفضل يشر بره، يعني من الحوض من تحت بلاقيه غرقان. المية اللي مش نازلة من الخرطوم بتنزل من حواليه لما بفضل اضغط بايدي عشان اسلك الحوض. هتسيبيها بقى شوية كده، وبعدين هتلاقي الدنيا سلكت معاكي وصفى كل المية دي. شايفين الحاجات اللي طالعة؟ بسيبها خالص، انا مش باجي جنبها، بسيبها تشرب المية السخنة بالحاجات دي براحتها قوي. يعني انت تعملي الخطوة دي بعد ما تكوني خلصتي كل اللي وراكي، او بداية اليوم كده وانت لسه ما بدأتيش حاجة. يعني بسيبها بقى كده مع نفسها شوية عشان الخلطة اللي عملناها دي تمشي كده في الخرطوم براحتها وتسلك أي حاجة. لو ملاحظين المية بتقل شوية بشوية اهي، وبدأت تسحب. هوريكم بقى بعد ما سلكناها المية ما شاء الله بتجري ازاي في الفتحة بتاع الحوض. يا رب تكون الخلطة دي تنفعكم، وما تحتاجوش بقى تجيبوا السباك كل شوية ونغير الخرطوم كل شوية. متنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب. باي باي.